مساكم الله بالخير، معاكم المحامي عبد الوهاب بن سلامة ببرنامجكم دقايق تهمك. اليوم بنكلمكم عن موضوع أنا أعتقد أن الموضوع هذا يهم فئة كبيرة من المجتمع. راح نسوي حلقتين عن موضوع الرعاية السكنية، مشاكل تحصل لبعض الناس بسبب جهلهم بالقانون، لأن القانون ما يعفيك من المسؤولية إذا أنت والله رحت وقلت والله أنا ما سويت الشغلة هذه اللي نص عليها القانون لأن ما أدري. لا، القانون ما يحميك لأن أنت ما تدري. المفترض فيك أن أنت تكون عارف كل هذه القوانين، لأن القوانين هذه وضعت عشان تنظم علاقتك مع المؤسسة وتنظم علاقتك مع الدولة وتنظم علاقتك مع الأشخاص الآخرين. شغلات تحصل بالرعاية السكنية، قصص حقيقية تحصل مئات المرات لناس ساكنين ببيت من انولدوا وقاعدين بهالبيت، ولكن بسبب جهلهم بالقانون يوم الأيام تيهم الرعاية السكنية وتقول لهم البيت هذا اللي أنتوا ساكنين فيه راح ينسحب، كل اللي لكم وكل اللي تملكونه أنكم تقعدون فيه بصفة إيجار لين الله يأخذ أمانتكم. يعني تقعد وتدفع أجار على البيت اللي من المفترض أنه يكون ملكك، اللي من المفترض أنه يكون ورث لك، ومن تتوفى البيت ينسحب، حتى عيالك وعيالك وأهلك ما يورثون هذا البيت. قصص حقيقية تحصل، راح أعطيكم قصة من هذه القصص اللي تحصل مئات المرات في المؤسسة، مؤسسة رعاية السكنية، وعقب راح أتكلم لكم عن بعض الأمور اللي لو أنكم تفهمونها بشكل صحيح بإذن الله الواحد الأحد ما راح تطيحون بهذه المشاكل. أبو متزوج ومرته متوفية وما عنده إلا هالبنية اللي هي بنته ساكنة وياه بالبيت، وبنته ما هي متزوجة، قاعدين بالبيت سنين، هذا بيتهم، يعني البنت في النهاية من ولدت وهي بالبيت هذا. يوم من الأيام الأبو توفى وهذه سنة الحياة، يعني في النهاية ما ردنا للتراب، توفى الأبو. فيوم توفى الأبو والأبو ما كان مستخرج وثيقة التملك، يقول لها المؤسسة، مؤسسة الرعاية السكنية، وقالوا لها يا بنت الناس كل اللي تملكينه أنك تقعدين بصفة إيجار، لأن الأولوية في استخراج وثيقة التملك للأرملة والأبناء الغير متزوجين. الأرملة والأبناء الغير متزوجين هم اللي يقدرون يستخرجون وثيقة التملك في حالة أن الأبو ما استخرج وثيقة التملك. حالات تحصل لأحد الأشخاص يقولك والله أنا ما أبي أطلع وثيقة التملك، أو ما لي خلق أروح وأطلع وثيقة التملك. أحياناً يكون يعني ربادة منه أو ما له خلق، وأحياناً يكون متعمد. ليش؟ يقولك والله أنا إذا طلعت وثيقة التملك بدش وياي زوجتي، وإذا دشت وياي زوجتي باكر طالبني بنص البيت ويمكن تبيع البيت، فخلها كذي. يقول أنا ما أبي أطلع وثيقة التملك، يمكن باكر أطلق، وإذا طلقت أقدر أسحب زوجتي الأولى وأدخل زوجتي الثانية، وهو ما يدري إن زوجته الأولى إذا عنده عيال منها راح تسكن بالبيت قصبا عليه. هذا القانون هو اللي يقول كذي. راح أتكلم لكم بالفقرة الجاية عن وثيقة التملك وشلون أطلع وثيقة التملك، وراح أتكلم عن مواضيع أخرى تخص المؤسسة العامة للرعاية السكنية. وبالحلقة الجاية هم راح أكمل، راح نسوي حلقتين على الموضوع هذا، تابعونا بعد الفاصل. نكمل معاكم فقرتنا اللي تكلمنا فيها عن الرعاية السكنية. الحين بس بحط لكم بعض البنود أو بعض المعلومات العامة اللي من المفترض عليكم أنكم تعرفونها علشان لا تطيحون بالمشاكل اللي طاحوا فيها غيركم. اليوم نقول لكم من تستلم البيت ويتم إيصال التيار الكهربائي لك 6 أشهر. بهالـ6 أشهر هذه أنت تقدر أنك تفصح عن رغبتك باستخراج وثيقة التملك. تروح هناك وتقول لهم أنا أبي أفصح عن رغبتي باستخراج وثيقة التملك. إذا استلمت وثيقة التملك أصبح البيت ملكك، حتى لو كان عليك مبالغ من المفترض أن أنت تدفعها خلال فترات معينة، ولكن البيت خلاص رسمي تسجل باسمك. هني تطبق عليه القانون المدني، يعني لا سمح الله بعد عمر طويل توفيت خلاص يصير ورث والعيال يأخذونه، لأن في وثيقة التملك أصبح البيت ملك. ولكن إذا أنت ما أفصحت عن رغبتك باستخراج وثيقة التملك، هني أنت تدش في مشاكل معينة. أول شيء، فلنفرض على سبيل المثال توفى الأبو وما كان مستخرج وثيقة التملك، من المستحق؟ الأرملة هي المستحقة،
والأولاد الغير متزوجين. تمام، توفيت وأرملتك موجودة، دايركت المرأة تقدر تروح وتفصح عن رغبتها باستخراج وثيقة تملك وتحل محلك. طيب أنا توفيت بعد عمر طويل وعندي عيال، عيالي هذيلة إذا كانوا متزوجين ومقدمين طلبات، لأن عادة إحنا عندنا يتزوج على طول دايركت روح يقدم بالمؤسسة إنه يبي بيت، ما حد يتأخر عن الموضوع هذا. فإذا كان عندهم طلبات يقدرون يتفقون فيما بينهم إن شخص معين إذا ما كان مستلم البيت إنه يخصص طلبة على البيت هذا، وبهذه الحالة يطلع للبيت بشكل سريع. ولكن مثل هذه الأمور عادة للأسف الشديد يحصل نزاع على الموضوع هذا، ما يكون في اتفاق، وأحيانا يكون في اتفاق. إذا كان في اتفاق تقدر تخصص بيتك على البيت أبوك، وإذا كان في خلاف يحال إلى لجنة عندهم، واللجنة هي اللي تحدد. طيب إذا كانوا قلنا العيال مو متزوجين، العيال يتسجل البيت باسمهم، وإذا كانت الأرملة بروحها، الأرملة تملك الحق إن هي تستخرج وثيقة التملك. طيب إذا كانت بنت بروحها، البنت هذه لا تشكل أسرة، ما تقدر البنت وفقا لقانون الرعاية السكنية. إذا كانت مطلقة وعندها عيال هم ما تقدر، حتى لو كانت متزوجة وتطلقت. إذا كانت متزوجة أيضا ما تقدر إذا كانت بنت بروحها، لأن من المفترض أن زوجها هو اللي يوفر لها السكن. تمام، الحين هذه الحالات قلنا لكم اللي من المفترض أن أنت تقدر تطلع وثيقة التملك بعد وفاة أبوك، عسى الله يطول بعمره ويخليه لكم. حالات ثانية أيضا تخص الرعاية السكنية، وفي ناس وايد للأسف الشديد ما تعرفها. ناس تقوم وتأجر البيت اللي طالع لهم من الحكومة، يعني بيت عندي أصبح ملكي، أقوم أخذه وأجره وأخذ عليه أجار شهري. بهذه الحالة إذا المؤسسة درت بالموضوع شو تسوي؟ تطلع وتخلي ناس يروحون ويعينون البيت ويشوفون هوية الشخص اللي موجود داخل البيت. إذا فعلا تبين أنه مو صاحب البيت هو اللي قاعد بالبيت، يبونك ويعطونك مخالفة بالموضوع هذا، ويقولون لك ويكتبونك تعهد أنك أنت ما تعيدها. إذا تكرر هذا الأمر البيت ينسحب منك، المؤسسة العامة للرعاية السكنية تسحب البيت منك. بنود كثيرة تكلم عنها هذا القانون، من ضمنها نقاط تتكلم عن الإيجار، من ضمنها نقاط تتكلم عن وثيقة التملك وشن الإجراءات اللي أنت تسويها عشان تطلع وثيقة التملك. في ناس معينة شو تقول لك؟ تقول لك والله أنا ما بي أطلع وثيقة التملك لأن مثلا بدخل زوجتي الثانية. ها، من الحالات إذا يعني شخص هو هذا سؤال مهم، يقول لي والله أنا طلقت الأولى وأنا البيت مسجلة على الأولى وأبي أطلعها وأدخل زوجتي الجديدة لأن أنا طلقتها. الإجابة إذا كانت طليقتك عندك عيال منها تملك حق السكن بالبيت، مو كيفك، غصب عليك. في السابق كانت يعني الحين انتهاء الحضانة، الحين بالقانون الحالي تملك حق السكن إلى ما لا نهاية، وتسجل البيت باسمك وباسم زوجتك الجديدة ما يمنع، ولكن طليقتك اللي عندك عيال منها تملك حق السكن. طيب طليقتك إذا ما كان عندك عيال منها خلاص تقدر تسحبها قبل لا تستخرج وثيقة التملك وتدخل منه، تدخل طليقتك الجديدة. ولكن إذا استخرجت وثيقة التملك خلاص أصبح البيت باسمك وباسمها وما تقدر تسوي شيء. قوانين كثيرة تتكلم عن الموضوع هذا، على أساس بس ناخذ راحتنا وياكم. بالحلقة الجاية بإذن الله راح نتكلم عن قوانين أخرى وعن قصة ثانية حزينة فيها معلومة دقيقة لابد أن أنتوا تعرفونها علشان لا تطيحون بالموضوع هذا. تابعونا بالحلقة الجاية وبتعرفون معلومات جديدة عن قانون الرعاية السكنية، وحياكم الله.